تركيا يعني بقلاوة، يعني غازي عنتاب، يعني باسل الحاج، يعني اسطنبول، يعني اللي افترق الفستق مع البقلاوة مع القشطة، هو ده. بص المنظر، حتى ورق العنب عاملينه بقى، يعني قشطه يا معلم. لا المنظر ده يهد جبال، المنظر ده مش طبيعي والله، ما مصدق عينيا. يلا، واول ما نزلت على شوارع تركيا حسيت ان انا في محطة الرمل في اسكندرية بالظبط، نفس شكل الشارع ونفس شكل الحاجات، حتى الكلاب ماشية في الشارع كأني في اسكندرية في الشتاء بالظبط. ما حسيتش ان انا في قربة خالص، بالعكس حسيت اني روحت اسكندرية. محلات هدوم، محلات شنط، كأني ماشي في النبي دانيال بالظبط، نفس البيوت القديمة، حتى الأرض زي أرض المنشية بلاط. ومشاريع وميكروباصات، واو، محلات هدوم، بص محطة الرمل بالظبط، شيء جميل جدا، غير ما كنت متوقع تركيا خالص. حتى بتوع الحلويات طبعا ما لهمش حل، حلويات في كل مكان، الفرن. من جامعة الدول بتاع اسطنبول اهو، كأننا في جامعة الدول بالظبط في تركيا، في اسطنبول. بص جامعة الدول المهندسين، بص المنظر، احنا على كوبري كده قاعدين، الناس ماشيه حريم، معلوش عربيات. بص تحت بص تحت الدنيا عامله ازاي، الزحمه والمواصلات حرفيا، وجامع ومحلات وبتاع، يعني حدوته بصراحه، فيها حياه وليها شخصيه كده جميله، ما كنتش متخيل تركيا كده خالص خالص. بص